السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجافا سكريبت أيضا يدعم المالتي دايمنشنال أري، يعني هنا نقدر نعمل هذول كلهم كومنت وننزل للأسفل انتر، أجي أقول له var my array بهذه الصورة يساوي مالتي دايمنشنال أري، أري في داخل أري. فهنا عندك الأري الأول اللي هو الأساس للكل، في داخلها تقدر تعمل اثنين array، فهذا الأول وهذا الثاني، وهذا اللي يربط الاثنين مع بعض. خلي يكون هنا على سبيل المثال 1 فارز 2 فارز 3، هنا هم 4 فارز 5 فارز 6 بهذه الصورة. لكن هذا حتى أطبعه كيف راح يكون؟ راح أعمل انتر هنا 2 3 4 3 بـ3، فهنا أنا عندي شنو؟ هنا أنا عندي 2 × 3 رو، 2 رو، وعندي 3 كولومز. فإذا أردت أنه أطبعه، طبعا هذا كله لازم يتحول إلى my array، بس لكن ما أقدر أطبعه بهذه الصورة، لازم أحدد هنا أحدد قيمتين مع بعض، قيمتين بتلاحظ أول واحد للأري الأول، ثاني واحد للأري الثاني. فإذا أردت الأول واحد مع الأول واحد، فهنا شكل index لازم 0 بـ0، تمام؟ 0 بـ1 and 0 بـ2، وصار عندك 1 2 3. بعدين أجي أقول له 1، هنا الصفوف 1 بـ1، وأيضا أحتاج 1 هذول كلهم 1، بس اللي هنا راح يتغير 0 1 2 بهذا الشكل. خلنا نعمل له سيف، نجي هنا نقول له clear and enter. لاحظ طبع لك إياهم 1 2 3 4 5 6، فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بهذا الشكل. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمالتي دايمنشنال أري. نوقف نكمل درس القادم، مع السلامة.